Platain to speed through the middle of the ice. Cancel able to hold it. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منورني ومشرفني في قناه الاهلي. والنهارده بقى ملوك الصالات، الحمد لله. دايما دولاب الاهلي عامل بالبطولات، عامر دايما بالبطولات، سواء في الكوره او في العاب الصالات. واحنا دايما ملوك الصالات. الف الف مبروك المره المليون لفريق النادي الاهلي سيدات بفوزه بالبطوله التاسعه افريقيا وتربعه على العرش الافريقي دائما. الف مبروك. ان شاء الله بعد قليل هينوروني ويشرفوني نجوم النادي الاهلي للكره الطايره سيدات. لكن مش قادر اسكت، يعني مش قادر اسكت. هاخد بالظبط دقيقتين كده، يعني اسف ان انا اطلع بره الموضوع، والكاس طبعا منور الدنيا، لكن هطلع بره الموضوع دقيقتين. فرحه العارمه النهارده اللي ماريه الشوارع، والناس اللي يعني اغمى عليها في الشوارع من صور عبد الله السعيد هو بيمضي، او هو معاه نسخه من عقده اللي راح مضاها. ما انا مش عارف ليه، مش عارف ايه سبب الفرحه دي، مش عارف يعني ايه لما لعيب يتعرض عليه 40 مليون جنيه يفكر ولا ما يفكرش. هل النادي الاهلي ممكن يعرض على لعيبته هذا المبلغ؟ اكيد لا، لان النادي الاهلي عنده مبادئ وعنده التزامات وعنده الفرقه وعنده العموم. مش هندور على افراد غير لما نشوف الحاله العامه للعيبه ايه، واللعيبه كلها مضت على بياض علشان حبا في اسم النادي الاهلي. لكن فرحه عارمه النهارده عشان عبد الله متصور، عبد الله بيضحك. حطينا لعبد الله 40 مليون جنيه ومضينا عبد الله على استماره وتصورنا وفرحنا، وفي الاخر عبد الله راح النادي الاهلي. مين اللي يفرح؟ مين اللي يتبسط؟ مين اللي انتصرت مبادئه؟ مين اللي ضحى بالفلوس عشان يقول انا مبادئي النادي الاهلي وانا كيان النادي الاهلي وانا النادي الاهلي اساسا؟ مين؟ هو مين المفروض يضحك ومين المفروض يفرح ومين المفروض؟ انتوا ليه بتقلبوا الايه؟ انتوا ليه عايزين تغيروا الدنيا ليه؟ وكاتبين تحت حد منزل صوره وكاتب تحت مبادئ الاهلي. طب مبادئ الاهلي انتصرت في الاخر. هو احنا بنضحك على بعض ولا بنضحك على الناس ولا بنخبي خيبتنا ونحطها على شماعات ثانيه؟ ما انا عايز افهم، لان انا بصراحه الموضوع ده مجنني. واحد راح مضى وخد فلوس وتصور واتبسط والناس انفجرت من مفاجآت واستنوا الإغماءات واستنوا واستنوا واستنوا، وفي الآخر المهندس عادل القيعي والكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب خدوا الراجل ومضى، وراحوا مدوا العقد بتاعه في اتحاد الكورة وزي الفل، وحطوا رجل على الرجل، وبالآخر قال لك شكرا جدا يا عبد الله سعيد، احنا عارضينك للبيع. فهموني بقى، فهموني مين اللي يضحك ومين اللي يفرح ومين اللي يقول مبادئي. فهموني لما انا اروح اخد من النادي فلوس واتصور واضحك وفي الاخر اروح امضي للنادي الاهلي، يبقى مين اللي يضحك ومين اللي ينتصر ومين؟ يعني مش عايز اطول عليكم علشان نرحب بنجوم الفريق النادي الاهلي الكره الطايره، لكن الموضوع ده بصراحه كان ضايقني قوي وقاتلني قوي، فقلت لازم اتكلم كلمتين. اللي يضحك واللي انتصر واللي انتصر لمبادئه في الاخر هو النادي الاهلي، رغم انف اي حد. النادي الاهلي دايما فوق فوق الجميع، والنادي الاهلي دايما مبادئه وقواعده واسسه هي اللي بتغلب اي حد في الاخر، واللي بتفضل اي حد على المصلحه الشخصيه. وانتوا شفتوا عبد الله السعيد فين دلوقتي، وعبد الله السعيد مصيره ايه؟ مهما كان نجم، لكن اقول لك بقى اخترقنا وما اخترقناش، هو احنا في عصر الجواسيس يا جماعه. خلينا بقى نرحب بنجومنا الكبار، نطلع فاصل عشان نستقبلهم. الكابتن الكبير الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي الكره الطايره، والكابتن مجدي بيبو المدير الاداري، والكابتن نهله سلامه الكابتن الرسمي لفريق النادي الاهلي الكره الطايره، والكابتن مايا ممدوح. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام. We'll be right back.
كاس منورنا في الاستوديو يا جماعه والله العظيم. اهلا بحضراتكم من جديد. وقلت لكم دايما دولاب الاهلي عامر في البطولات سواء في كره القدم او في العاب الصالات، واحنا معانا ملوك الصالات في الكوره الطايره. انا اعرف طبعا تواريخ كره القدم، لكن انا هسالهم دلوقتي قد ايه الفرق بيننا وبين الانديه المنافسه. قلت لكم قبل كده ان الفريق كره القدم فرق بينه وبين النادي اللي قبليه ما شاء الله ما شاء الله، يعني 60 بطوله 20 سنه حسبتها لكم بالورقه والقلم. لكن هنعرف دلوقتي حالا الفرق بين ملوك الصالات في الكوره الطائره، ونرجع نقول نتكلم في الفرق ونشوف بقى الفرق بين النادي الاهلي والنادي يعني مش عايزين ندخل في كره القدم قوي. منورين ومشرفين طبعا كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي في الكره الطايره الكابتن الكبير كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي كره الطايره. اهلا بيك كابتن. ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا. الله يخليك الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. كله تمام الحمد لله. مبروك على التسعه. الحمد لله الله يبارك فيك. كابتن بيبو منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك. عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام 100 100. انا سامع انت مريح البنات في اي حاجه مش محتاجين حاجه، ولا هم يعني دلعوا عليك شويه ولا لا؟ هم بنات يستاهلوا كل حاجه، يستاهلوا كل خير يعني. يستاهلوا كل حاجه. طيب هنعرف يا كابتن هنعرف. ها نهله سلام. كابتن نهله سامح كابتن النادي الاهلي اهلا بيك. اهلا بحضرتك منوره. انا مش قلت سلام بقى، انا اسف ان انا غلطت. لا لا صح تمام. بس انا حلو صيد ميه منوره الدنيا. الله ربنا يخلي حالك. شكرا. الحمد لله كله تمام الحمد لله. نبدا من فين؟ زمان تعود. انتوا الملوك النهارده يعني براحتكم. زمان تعود. هو في الاول طبعا احنا في قمه السعاده لسبب واحد، ان احنا بقالنا سنه يعني كتيم النادي الاهلي لكره الطايره ما كناش مبسوطين. ليه ما كناش مبسوطين؟ لان احنا البطوله اللي فاتت راحت مننا لاسباب عديده يعني، وكنا احنا اعتقد ان يعني كل الناس وكل الشواهد كانت بتقول ان احنا نستحق البطوله ديت. ظروف معينه خلتنا ما ناخدش البطوله. لا انا عايز اعرف الظروف. ما انا النهارده بقى عايز يعني نتكلم. لا ظروف البطوله اللي فاتت اجهاد، ثقه زايده، ثقه زياده من اللعيبه، يعني كان في اجهاد، كان في اصابات، كان في حاجات كتيره. البطوله الجدول بتاعنا كان صعب جدا في البطوله، لعبنا من اول ماتش لحد اخر ماتش بنلعب كل الفرق الجامده، كان ما فيش فترات راحه كويسه بالنسبه لنا، يعني ظروف كتيره ساعدت ان احنا ما نقدرش نحتفظ باللقب بتاعنا. بس انا كابتن مش عايز اقطعك، لكن انا عارف طبعا الكوره واخده دماغنا اساسا، لكن كنت متابع للكوره الطايره لما لقيت الاهلي والشمس، والشمس طلعت انا استغربت. فريق الشمس معقوله يعني فريق جامد كده ان هو يطلع نادي الاهلي بعظمته وبعرقته وبطولاته؟ فاستغربت برضه. هو احنا فريق الشمس قبل المباراه دي كنا كاسبينه 3 مباريات 3-0 باكتساح، فده عمل للعيبه نوع من الثقه ان هو نازل هيكسب، يعني ما فيش اي مفاجاه، هيكسب. وانت عارف طبعا المباريات اللي هي قبل النهائي وخروج المغلوب ديت ما فيهاش هزار، ما بيبقاش فيه هزار. فطبعا اللعيبه حاولت تلم نفسهم مع ان في لعيبه كانت مصابه وما كانتش لسه رجعت لمستواها وحاجات كتيره طبعا زي كده اثرت على الاداء. انا اقول لك هتقابل هتجيب دوافع منين عشان تحفز دايما البطولات بتاع النادي الاهلي ان هم يلاقوا يعني حافز حتى معنوي حافز مادي يجيب الحوافز منها. بس اروح للكابتن بيبو طبعا اللي منورنا النهارده. تاريخ الكابتن بيبو الله يخليك. قول لي برده بقى يعني توفر مناخ ازاي للعيبه؟ تعبوك دلعوا عليك بتتعامل معاهم ازاي؟ لا والله الحقيقه احنا عموما بنشتغل كجهاز ولعيبه مع بعض كاسره واحده. حلو. يعني حته التخصص دي مش باينه، يعني ممكن اللي بيبقى مسؤول اداري ممكن بينزل الملعب في التمرين وبيساعد، وممكن المدير الفني يعني كابتن حمدي طبعا ده راجل فني وبتاع، لكن هو بيتدخل. في لعيبه بتتدخل معانا في الشغل الاداري. ده جميل، دي زياره صحيه. احنا ما عندناش تخصص بالدرجه يعني. كلنا بنتعامل كتيم ورك كلنا مع بعض. اكيد. اللعيبه مرحين جدا على قد ما انا شايف قيمتهم الكبيره، لعيبه على اعلى مستوى فني. طبعا خلقي والكلام ده يعني ده شيء مفرغ منه، ولكن هم لعيبه فنيا عاليين جدا، هم بيجبروك ان انت لازم تتعامل معاهم ازاي. فهم مش متعبين ابدا خالص خالص نهائي. اكيد في حد كده طالع. لا 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 في طلبات زياده يعني. لا والله لا لعبتنا محترمه وملتزمه، يعني مفيش مشاكل اداريه بتيجي من ناحيه اللعيبه اطلاقا يعني. بالعكس هم بيساعدونا، بيلتزموا كل التعليمات، مريحنا. هم نجوم على اعلى مستوى فنيا، ويعني برضو في ناحيه الالتزام
ما كانوش يبقوا ابطال. اكيد مش يبقوا ابطال اكيد. طب انا اسال نهله شوف، لان كابتن حمدي قال حاجه كبيره جدا، قال من كتر الثقه اللي عندكم فرطتوا في بطوله كانت ممكن تبقى التامنه على التوالي او التاسعه على لا التامنه على التوالي التالتة على التوالي. هو احنا ده تاريخنا دلوقتي 9 بطولات في تاريخ النادي الاهلي، كنا واخدين البطوله مرتين، كانت اللي فاتت هتبقى التالتة على التوالي. تمام. طبعا زي ما كابتن حمدي كان قال احنا كنا لاعبينهم يعني 3 ماتشات في الدوري والكاس كنا كسبانهم الحمد لله، يعني كان ماتش السكور 3-0 والجيمات مستريحه، فاحنا ما كناش مستهترين، بس هو كل واحد من جواه حاسس ان الماتش يعني جاي كسبانين. يعني هو الواحد غصب عنه، احنا طبعا بنحترم فرقه الشمس جدا، بس كان من جوانا. طب انت كابتن فريق، انا نفسي كنت يعني كنا عاملين التمرين والمحاضره وكابتن حمدي حتى ما قصرش معانا ساعتها وكنا دارسينهم كويس وكل حاجه، بس احنا زي ما بيقولوا حضرتك هي حاجه لا اراديه، يعني احنا لسه حتى كنا لاعبينهم قبل ما نسافر ما فيش 10 ايام. فعلا كان الماتش 3-0 وون سايد جيم، يعني مش كان احنا عاملين حسابهم، بس حاجه داخليه حضرتك عارف يعني حاجه مش في ايدنا، احساسنا ان الماتش جاي. هو طبعا الدوافع طبعا الكابتن حمدي اكيد بتلاقي صعوبه، خصوصا فريق بطل على طول، فريق بياخد بطولات على طول، الدوافع بتبقى صعبه قوي ان انا الاقيها، بس اكيد الكابتن حمدي لازم يساعد كابتن الفريق بشكلك برضه انت برضه. لا طبعا كابتن حمدي يعني كان من افضل اللعيبه اللي جت مصر عامه في كره الطايره، وهو بينقل لنا خبراته دي في كل حاجه. يعني هو كابتن حمدي مش في الملعب بس، بالعكس ده هو احنا عيله واحده، هو بيعملنا حتى كاخواته الصغيرين. كابتن حمدي بيكلمنا على الحاجات النفسيه اكتر من الحاجات الفنيه قبل ما ننزل كل ماتش. يعني بينقل لنا خبراته بصراحه، يعني كان لعيب كبير جدا. انا فاكر طبعا شوف ايد كده تطلع. طبعا ما شاء الله يعني كان من افضل اللعيبه، فطبعا لما بيجي لنا تعليمات او بينقل لنا خبراته من لعيب كبير زي ده فطبعا بتتاثر فينا. قولي خبراته كده تاني. جبت بالك صح؟ عمال تطلع الريق بسرعه. يعني هو برضو خلينا قلنا البطوله راحت مننا، دخلتوا بقى سنين سنانكم البطوله دي، مفيش حاجه هتعدي، مفيش حاجه. كابتن حمدي قال سنه كنتوا زعلانين، فعلا سنه كامله فعلا زعلانين. طبعا عادي. سنه كامله كنا متضايقين ان البطوله كانت المفروض ان احنا ناخدها بس ضاعت مننا، فكنا مركزين طبعا البطوله دي جدا، ما ينفعش تضيع تاني، وكمان بطوله على ارضنا وسط جمهورنا وسط اهالينا، ما كانش ينفع خالص ان هي تضيع. طب يعني ايه وسط اهالينا؟ يعني كانوا في حاجه يعني في شده شويه لو البطوله دي ما جبتهاش؟ لا لا مش هندخلك البيت. لا 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 بس كانوا موجودين يعني وبيشجعونا، يعني فدي برضو حافز لينا اكيد. كان اصعب ماتش ايه في البطوله دي؟ كان اخر ماتش طبعا. اخر ماتش وكسبانين 3 اشواط، يعني ازاي بقى؟ احنا كنا مركزين زياده عن اللزوم. بجد؟ شايفاني بعينك الثانيه؟ شايفك. يعني يا كابتن خليني اقول لك ايه طموحات النادي الاهلي في وجودك؟ يعني اخدته ما شاء الله 9 بطولات، زي ما قلت لك ايجاد الدوافع عشان تحفز فرقتك، خصوصا البنات كمان معامله على البنات اكيد مع اكيد حضرتك طبعا جربت بقى في يعني شويه البنات مش زي الرجاله في الالتزام، يعني انا اسف. لا والله بص هو انا عايز اعرف منك الحته دي. الفرقه انا ماسكها بقى لها 4 سنين الحمد لله، يعني اشتغلنا معاهم ما فيش فرق خالص، يعني انا مسكت مع منتخب مصر في الاولاد، عندهم التزام برضو، مسكت فرق اولاد ومسكت فرق بنات، لا نفس الدوافع موجوده، نفس الاصرار، نفس التمارين، نفس القوه، ما بيقلش خالص على الرجاله. يعني مش التمرين متاخر يا كابتن مثلا يقول لك يعني شويه كنا بنعمل شعرنا ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده؟ هم ملتزمين جدا في الحته ديت، بالذات لما بيبقى في دورات او بطولات قريبه بنعمل معسكرات، بيبقى كل ملتزم وكل موجود. فدي حاجه طبعا سمه موجوده في فريق النادي الاهلي، ديت من اهم الاسباب اللي مخليانا ان احنا فرقه بطل يعني. تمام. ايه اللي بعد كده؟ والله اللي بعد كده احنا الحمد لله في اخر 4 سنين محققين بطوله افريقيا 3 مرات. وفي ال3 مرات اتظلمنا ظلم مبين. ليه بقى؟ ان احنا المفروض بطل افريقيا كان قبل كده بيروح بطوله العالم للانديه. في ال3 مرات من ساعه احنا اخذنا ال3 مرات كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه على غرار كره القدم يعني. تمام. في ال3 مرات الاتحاد الدولي الحقيقه منع بطل افريقيا انه يشارك، وابتدى ياخد من اوروبا مكانه عشان اسباب تسويقيه، اسباب اعلانات، يجيب اعلانات. امال مين اللي بيمثل افريقيا؟ مفيش ممثل افريقيا من بقالها 4 سنين.
غريبه دي. فدي طبعا احنا اشتكينا الاتحاد الافريقي دكتور عمرو علواني، وهو وعدنا الحقيقه كذا مره انه هيتدخل بصفته طبعا نائب رئيس الاتحاد الدولي، انه هو هيتدخل ويشوف حل للموضوع ده، خاصه انه هو وصل للرجال كمان، يعني اخر بطوله للرجال الاهلي ما راحش، كان بطل افريقيا وما راحش، فالموضوع ما كانش سيدات بس، لا ده وصل رجال وسيدات. طب ودور الاتحاد بتاعنا كره القدم؟ هو الاتحاد المصري طبعا ملوش دور، هو دور الاتحاد الافريقي. يعني ايه يا كابتن ملوش دور؟ بس الموضوع ده بصراحه انت بتجيلي في الحاجات اللي انا يعني هو بطل افريقيا، بيمثل افريقيا مش بيمثل مصر بس. تمام. هو الاتحاد المصري دوره، الاتحاد المصري دوره مع الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي دوره مع الاتحاد. انا متفهم، لكن حضرتك بتمثل مصر. تمام. اللي فيه في مصر اتحاد كره الطايره المفروض ان هو يتكلم باسم النادي الاهلي اللي هو هيمثل مصر في كاس العالم. هو الاتحاد بيعمل اتصالات طبعا مع الاتحاد الافريقي ومع الدكتور عمرو علواني، هو ده دوره لحد كده. الدور الثاني بقى بتاع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي، ده بيقوم بيه الدكتور عمرو علواني. فهم وعدونا الحقيقه ان كذا مره ان شاء الله باذن الله ان هيبقى فيه ممثل افريقيا ان شاء الله باذن الله ممكن يشارك في بطولات العالم اللي جايه. ده غريبه جدا بصراحه، يعني احنا كره ولا ايه؟ ولا عشان النادي الاهلي؟ لا 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 خالص، حتى يعني الاهلي او غير اهلي ما كانش هيشارك. هو بصراحه موضوع بالنسبه لي يا كابتن بيبو صعب، يعني صعب ان ممثل القاره الافريقيه النادي الاهلي اللي بيفوز بالبطوله يعني 9 مرات ما شاء الله ما يكونش ممثل لقاره افريقيا في كاس العالم للانديه. طبعا وده شيء بيألمنا جدا، لكن احنا ما لناش حيله فيه. يعني يا كابتن على مدار تاريخك ما شاء الله كده ربنا يديك طول العمر، يعني من اصعب البطولات اللي حضرتك شاهدتها كانت ايه؟ كانت البطوله اللي هي اللي قبل اللي فاتت، بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت كانت في تونس يعني. وكانت بطوله صعبه جدا، وصلنا في النهائي مع نفس الفرقه اللي هي قرطاج التونسي دي. هي عموما فرقه كبيره، فرقه منظمه، عندهم لعيبه محترفه وعندهم مدرب يعني محترف برضه يعتبر، وبيصرفوا على الفرقه كويس، وكل امالهم يكسبوا بطوله افريقيا، ممكن يعملوا اي حاجه في الدنيا. واحنا كنا في البطوله الحمد لله كان عندنا مشاكل كتيره هناك في الاقامه وكل ده، طبعا هم ما كانوش مريحيننا على اساس طبعا هم كانوا قلقانين مننا. ما مش هينفع في مشاكل بقى وحضرتك موجود. ما هو لا ما المهم ان احنا وصلنا للنهائي قدامهم يعني. كانت مباراه صعبه جدا. هم كانوا بيفتعلوا مشاكل ولا كانت مشاكل؟ لا بيفتعلوا كانوا مشاكل. كانوا يعني كانوا بيعكسونا في التدريب. احنا كنا بنتمرن يعني جينا التمرين اللي هو قبل المباراه للنهائي كنا بنتمرن في الجنينه. ما كانوش موفر لنا صاله للتدريب. المهم احنا لما وصلنا للمباراه النهائيه كانوا حاسدين جمهور كبير، ودي كانت مباراه صعبه جدا جدا، ومرت ب يعني تقلبات كثيره لغايه لما الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبناها وكسبنا البطوله. فدي كانت من البطولات الصعبه جدا يعني بالنسبه لي. يعني دورك يا كابتن بيبو لما تلاقي حد بيفتعل مشكله قدامك وانت مش في مصر، بكلمك في البطولات اللي هي خارج القاهره وخارج مصر عموما، بتتصرف ازاي؟ يعني ادي درس بقى في الامور الاداريه للناس. احنا في امور زي دي يعني دي بطوله افريقيه بيبقى فيه طبعا ممثلين من الاتحاد الافريقي بيبقوا موجودين، احنا بنحاول نلجا ليهم. لما بيقابلنا لنا مشاكل من النوع ده بنحاول نلجا ليهم، لان احنا ما عندناش طريق تاني يعني. تونس هي اللي منظمه، الفريق بتاعها هو اللي بيلعب معانا في النهائي، اي حاجه تحصل منه بالنسبه لنا هنشتكي لمين؟ فبيبقى احنا بنرجع على طول للاتحاد الافريقي وبنحاول معاهم هم برضه. يعني بنحاول معاهم على اساس نحاول نذلل العقبات، هم طبعا بيتحججوا بحجج واهيه اصل مش عارف ايه. المهم ان احنا بنحاول معاهم وبنحاول مع المندوبين الاتحاد الافريقي اللي هم الموجودين يعني. تمام، يعني بتحاول بالطرق الشرعيه. بالظبط. مفيش النادي الاهلي ما بيتصرفش كنادي اهلي. لا لا ماشي. قولي لي بقى انت بتساعدي الكابتن حمدي ازاي داخليا جوه الملعب؟ يعني الاسرار اللي بتعمليها، اكيد الكابتن حمدي بقى ليه مسؤوليه فنيه خارج الملعب، انت بتمثلي الكابتن حمدي داخل الملعب. ممكن يعني هو تنفيذ تعليماته اكتر، بفكر بيها شويه في الملعب، يعني بتكون تعليماته انا بذكرهم بيها كل شويه في الملعب. بحاول طبعا اساعد اللعيبه الصغيرين اللي في الملعب، يعني كابتن حمدي مساعد لعيبه صغيرين كتير جدا. بحاول اساعدهم يعني ده بس. لكن ما تفتكريش مثلا انت عملتي حاجه طلعتي بعد المباراه بتاعتك قلت انا مبسوطه قوي ان انا عملت كذا عملت قلت كذا
وجهت كذا، حسيت ان انت عملتي حاجه انت اعتزيتي بيها؟ لا دايما دايما يعني، لا انا بكون للفرقه دايما بطمنهم جوه الملعب، يعني دايما بكون عايزه اطمنهم جوه الملعب واساعدهم طبعا في اللعب. انت ما تتكلمي، انت مكسوفه ليه؟ التلفزيون وكده. احنا قاعدين مع بعض، احنا قاعدين مع بعض عادي والله. انا حاسس ان انت مكسوفه. ايه يا كابتن؟ هي مكسوفه كده فعلا؟ لا خالص، لا دي قلب الاسد. ما انا مش عارف، ما انا لسه اقول لها قلب الاسد. طب قلب الاسد ازاي؟ احنا عايزين نخوف، عايزين نخوف الناس. لا ما انا خوفتهم خلاص، واخدين افريقيا والحمد لله. وعمال اقول نهله سلامه وبتاع عشان الناس مستنيين نهله سلامه. لا احنا عايزين نشوف قلب الاسد، وقلب الاسد فكري الناس ثاني قلب الاسد ده. كنت اتصعدت فيرست تيم 2004 في البطوله الافريقيه، كان اول بطوله العبها كانت بطوله افريقيه. كان عندي ساعتها 14 سنه. كنا بنلعب الماتش النهائي مع فرقه الفايب لاين الكيني على ارضهم. كان طبعا ماتش صعب جدا. ساعتها كابتن وقوف عبد القادر يعني دفع بيا نزلني في الماتش ده. 14 كان عندي 14 سنه. ان شاء الله ان شاء الله. هو استغرب شويه ان انا ما كنتش قلقانه، يعني كان كل الفرق ممكن تكون قلقانه شويه، بيلعبوا فاينل افريقيا طبيعي يعني. انا لما كبرت حسيت فعلا بالقلق بتاعهم بعد كده، لكن وانا صغيره ما خفتش خالص، بالعكس نزلت لعبت وضربت. فهو حتى لما جانا استغرب يعني، قال لهم انا نزلتها صغيره لقيتها بتلعب بثقه ومش قلقانه خالص وبتضرب عادي كانها يعني بتلعب بطوله افريقيا بقالها كتير، يعني مش زي اي لعيب صغير. فمن ساعتها يعني كابتن ممدوح نور اطلق عليا اسم قلب الاسد. لا انا هرجع لك تاني عشان في حاجه في المايك هيعملوها لك، ونرجع نتكلم على قلب الاسد وبعدين نتكلم برضو. احنا عايزين قلب الاسد يا كابتن حمدي لو كان كده في الملعب. لا انا انا كم بطوله ماي؟ كم بطوله ايه؟ افريقيا دي؟ لا كله لا اكيد مش عايد، مش عارفه يعني ما بعدش. الحمد لله يعني هي ممكن من ساعه ما اتصعدت يعني احنا بناخد دوري كاس بقالنا كتير، ممكن دي تكون تاني افريقيا ليا. معايا المدير الفني بتاعك ومعايا المدير الاداري بتاعك، ومش عارف عدد البطولات. خصم يا كابتن على طول، خصم على طول يعني. حوالي كافريقيا دي تاني بطولة افريقيا ليا مع الفريق، تاني بطولة افريقيا. كدوري وكاس بقى لا بقالي كتير بقى العب معاهم دوري وكاس، فعلى طول بنكسبهم يعني. احنا يا جماعه ما شاء الله يعني كتر البطولات. هي مايا كمان كانت بتتصعد معانا وهي موجوده في الناشئات، فموجوده معانا من ساعه ما تولى الجهاز من 4 سنوات، بتكسب دوري وكاس، وكانت موجوده معانا في بطوله افريقيا 2015 والسنه دي. اعتقد يعني 4 سنين يعني اعتقد 8 بطولات او 10 بطولات. يعني كابتن شايف في سر نجاح الكابتن حمدي الصافي، قبل ما اسالك على سر نجاح الفريق عموما في شخصك انت شايفه في ايه؟ بص هو انا يعني في حاجه انا بحب كل حاجه مظبوطه. يعني بدقق قوي في كل حاجه وبحب الالتزام. كل حاجه مظبوطه. التزام بحب الالتزام قوي. بالذات في التدريبات في المباريات والحاجات دي. فربنا ساعدني ان معايا منظومه من اللعيبه الحمد لله كلهم ملتزمات، يعني اتنقل لهم الاحساس ده، فهم بطبيعتهم ملتزمين، فالمنظومه كلها كانت ملتزمه. بالاضافه طبعا لجهاز فني الحمد لله يعني كلهم على قلب رجل واحد وكلهم مخلصين جدا في الشغل، وكل المنظومه كلها ملتزمه. فطبيعي منظومه ملتزمه مع وجود عناصر فنيه عاليه، فطبيعي هيحصل بطوله اكيد. طب شايف المدرب الناجح شخصيته بتنجحه اكتر ولا فنياته؟ يعني بنسبه كام لكام؟ لا لازم الاثنين يعني بنسبه 50-50؟ يعني ممكن دي حته تزيد، ممكن حته شويه تزيد عن حته، بس اللي هي ايه بقى من وجهه يعني نظرك؟ ممكن انت ممكن مدرب شخصيه قويه جدا وفنيا مش عالي قوي ممكن ينجح. وممكن مدرب فني عالي بس شخصيه ضعيفه ما ينجحش. يبقى الشخصيه فلازم يبقى في توازن بين الاثنين. بس الشخصيه لو زادت النجاح بيزيد. الشخصيه الناجحه الملتزمه زي ما تقول لما تنقلها للعيبه بتاعتك ويحسوا بيك قوي ويقتنعوا بيك بتفرق جدا. تمام. طيب قبل ما نروح للكابتن بيبو ونشوف اكتر لعيبه في النادي الاهلي خدت جزاءات قد ايه، نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم على طول.
لسه مستمرين معاكم ومعايا ملوك افريقيا. ملوك افريقيا اللي بيتربعوا على عرش القاره الافريقيه بتسع بطولات، كابتن حبيب الصافي وجهاز ونجمات الفريق. كابتن بيبو قبل الفصل كنت بسال حضرتك يعني مين اكتر لعيبه اديتها جزاءات قبل ما اقول لك على المكافئات. بس قول بقى كابتن بقى يعني مين بقى؟ اولا عشان نعرف مين المشاغبات ومين اللي بيسمعوا الكلام. اولا المسؤول عن الجزاءات هو الكابتن حمدي الصافي. ما بس التوصيه منك. مش بتوصيه منك. يعني اكيد ده هو حمدي. للاسف يعني هو الكابتن حمدي يعني من اول ما اشتغلنا يمكن ما وقعش اي عقوبه على اي لاعب. بجد والله كابتن؟ دي حقيقه. في حاجه بقى. لا فيش حاجه، لعيبه ملتزمه. هو طيب و... مش طول عمره طول عمره يعني بس لا زي. هو العلاقه اللي بينه وبين اللعيبه علاقه قويه جدا لدرجه يعني متهيألي ان اللعيبه تتكسف ان هي تغلط، تتكسف ان هي تتاخر من نبل اخلاقه ومن طبقه ومن علاقته الكريمه معاها يعني. ما شاء الله. فهي دي العلاقه اللي بتجمعنا، احنا ما فيش جزاءات عندنا. ده ما فيش اخطاء. ده جميل. صدقني والله بكلمك جد. والله يعني على مدى شغلنا، لان زي ما نهله قالت احنا اسره واحده. يعني حتى الاخوات بيتخانقوا زي ما طب احنا نشكر بقى الاسره الواحده بتاعت حضرتك بقى يعني. انت كنت حضرتك عايز تتكلم على افراد الجهاز. اه طبعا. اتفضل. انا طبعا يعني احب من هنا بوجه الشكر الكبير قوي لاعضاء الجهاز الفني اللي هم مش موجودين معانا. يعني يمكن انا اخص بذكر الاستاذ ممدوح نور اللي هو الاب الروحي بتاعنا، المشرف العام على الفريق. تمام. الكابتن ايهاب حسن عبد المنعم اللي هو اداري الفريق اللي هو الدينامو اللي هو بيعمل كل حاجه ما بيدناش فرصه احنا نعمل حاجه بصراحه. بيتفانى في شغله، له دور كبير جدا مع الفريق، بيعمل كل حاجه حقيقي يعني. انا بوجه له كل الشكر والتقدير. معانا كابتن ياسر صلاح، انا بعتبره التوأم بتاع الكابتن حمدي ودراعه اليمين. يعني هما الاثنين عاملين دويتو في الفولي وفي قياده الفريق. يعني انا حمدي الصافي بالمناسبه يعني دي كلام متكرر، انا ممكن اقول ان انا اللي كان ليا الشرف ان انا اتعاقدت مع حمدي وجبته النادي الاهلي كلاعب يعني. ده واشتغلت معاه طول عمري وهو لاعب وكنت بسنده على طول ما شاء الله، ولغايه دلوقتي انا بشتغل معاه وهو مدرب. على مدى تاريخه يعني يمكن لقيت ياسر صلاح الوحيد اللي هو بيامن لي وبيتعاون معاه ويعني دويتو فعلا هما مع بعض. كابتن حمدي شخصيه حذره شويه. لا كابتن حمدي بيتعب جدا، فلابد ان هو يكون امن على شغله. هو اللي قال يا كابتن. لا هو قال لك ان شايف حد هو قال لك ان هو دقيق وبيحب الالتزام. ده اهم حاجه في النجاح الدقه والالتزام، اهم حاجه في النجاح. هو كابتن ياسر صلاح فعلا في كل المواصفات اللي كابتن حمدي ممكن يكون محتاجها للمساعد اللي معاه، فهم عاملين دويتو كويس جدا، وكابتن ياسر بيعمل مجهود خطير. وزي ما بقول لحضرتك احنا شغلنا في الاسره الواحده دي كل واحد بيتجاوز تخصصه. يعني ممكن ياسر بيروح في سكك ثانيه وبرضه لخدمه الفريق. اكيد. فانا بوجه له كل التحيه والتقدير والشكر لانه رائع يعني ومخلص في عمله ومجتهد وبيعشق النادي الاهلي وبيتفانى في شغله. وبيبان. في كابتن رانيا عبد العزيز اللي هي مسؤوله عن الاعداد البدني ومخطط الاحمال. دي برضو حكايه لوحديها لان هي مسؤوله عن اللياقه البدنيه والاعداد البدني. دي حاجه مهمه جدا طبعا. بتبقى فاهمه الكابتن حمدي خطته ايه البدنيه واللي هو عايزه، بتنفذ كل اللي هو عايزه، بتخلي لنا اللعيبه لاخر وقت ولاخر مباراه واقفين على رجليهم، بتبقى هي مسؤوله عن ده. فانا بوجه لها كل التحيه والتقدير لانها بصراحه يعني ليها دور كبير جدا مع الفرقه. طبعا الناس اللي موجوده انا مش هنتكلم، احنا بنتكلم على الناس اللي هي مش هتبقى موجوده. جزيتو. هو طبعا شرف كبير لينا ان احنا ناخد بطوله زي دي، وبحب طبعا اشكر كابتن حمدي على المجهود الكبير جدا اللي هو عامله معانا، وطبعا كابتن ياسر صلاح وكابتن رانيا قبل ما تكون مدربه لينا طبعا كانت امنا، كانت اختنا الكبيره، وكابتن بيبو وكابتن ايمن كابتن ايهاب طبعا. فبحب اشكرهم كلهم واللعيبه كلهم برده، كلنا الصراحه عملنا مجهود كبير قوي. بس فمبروك علينا كلنا يعني. الف مبروك عليك. بس تقولي بقى فين ما انت بقى يعني كابتن الفريق.
طبعا بشكر حضرتك الاول طبعا على استضافتنا ومتابعتنا البرنامج على طول. قناه الاهلي متابعينا طول البطوله وكانت معانا دايما وفي الصاله. وبشكر طبعا الجهاز الفني واللعيبه والحمد لله الف مبروك علينا والنادي الاهلي. وبشكر مجلس الاداره طبعا وعائلتي. واتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل في انجازات. وبشكر الجمهور اللي ساندنا يا رب دايما. كابتن بيبو انا احب في الاول بشكر طبعا مجلس الاداره اللي هو سندنا ووفر لنا كل حاجه بالنسبه للبطوله، وطبعا ده شكر واجب علينا المجلس الاداره. بشكر على وجه الخصوص كمان الكابتن محمود الخطيب ان هو شرفنا وعايزين نقول ان هو مجرد احنا ما بنشوفه ده بيدينا دفع قوي جدا 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 جدا. وطبعا مش عايز اغفل ان انا عايز اشكر كابتن رؤوف عبد القادر اللي هو مدير البطوله، بحيث ان هو عمل مجهود كبير جدا وده ساعدنا كتير. وبشكر اللجان اللي ساعدتنا في التنظيم، بشكر الناس دي كلها، لان دايما المكسب مش واحد بس اللي بيجيبه او لا، ده بيبقى تضافر كل الجهود مع بعض. فانا بشكر الناس كلها اللي ساعدتنا في البطوله الحمد لله ان شاء الله دايما كده في انتصارات. كابتن حمدي سمعت المايك انت اللي شغال، مايك كابتن حمدي شغال. اوكي الحقيقه طبعا في الاول طبعا بشكر منظومه الاهلي كلها ابتداء من مجلس اداره النادي اللي حطوا ثقته في الفريق وكان داعم جدا للفريق طول السيزون، من اول بطوله عربيه لبطوله افريقيه، وفر لنا معسكر خارجي كان قوي جدا وكان ساهم بشكل كبير ان الفريق يظهر بالصوره المشرفه ديت. بشكر جمهور النادي الاهلي، يعني نادي عنده منظومه زي دي، مجلس اداره واداره نشاط رياضي وجمهور زي ده، لازم يحقق الانجازات ديت. بشكر لاعبتي طبعا وجهاز الفني، كان عنده حسن الظن ووعدوني السنه اللي فاتت ان هم هيرجعوا البطوله، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نرجعها ان شاء الله دايما كده في البطوله دي. كابتن انتوا اصلا رافعين راس النادي، النادي الاهلي اصلا كبير كمان. في وان تو سي سمثينج، في وان I want to say thank you, thank you all people who support us. It's very important for us, and of course thank you all my team. We are the best team. Thank you. هي بتشكر كل الناس اللي كانت بتدعمنا وبتشجعنا، وبتشكر طبعا الفريق. وبس أنا أحب أشكر الفريق، أنا شرف لي إن أنا كنت جزء من الفريق ده، وأشكر لحضرتك طبعا استضافتك لينا النهاردة والنادي الأهلي. مرسي لحضرتك والله، وللنادي الأهلي طبعا على كل حاجة، تنظيم البطولة وكل حاجة، وللجماهير اللي جت تدعمنا، وقبل أي حاجة الأهلي طبعا عشان خاطر هم اللي وقفوا معايا لغاية دلوقتي. يعني ألف ألف مليون مبروك للمرة المليون لهذا الفريق الكبير، فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، ودايما في انتصارات ودايما في إنجازات. نقطع التورته بقى ونختم مع حضراتكم. اتفضل يا كابتن حمدي، اتفضلوا السكينة اهي. يلا يلا كابتن ناهي، خد يا عم، بخاف من الستات لما بتمسك السكاكين، بس ماشي، قربي قربي يلا.